لا شوف بتستاش لو سمحت الصلاة يعني تبقى حبة كده حلوين. حاضر. ولو سمحت قرنين فلفل أخضر من قلبك تحبهم كده وتوصف يعني شوية. حاضر. ودورها مية ساعة عشان يبقى مدلل كده وحلو يعني. حاضر. لو سمحت والنبي عشرة رغيفة سخنين كده من قلبك يحبهم أخويا. ومنا فينا الموت والمركب والصحبة والراية. تاخد حاجة تانية يا مرسي؟ عيش يا ابو صلاح كده رضا يا جدع. اقول لو عاوز اي حاجة ولا يهم يحمدوه. طب بقول لك ايه، قوم انت بقى توكل على الله، ما احنا هنمشي مع بعض. لا امشي انت وانا هبقى احصلك. نتقابل عند محطة مصر. معاك فلوس؟ لا لا انت بس مالكش دعوة، قوم بس وانا هبقى احصلك. معاك فلوس؟ لا خلاص نمشي مع بعض. يا جدع عيب يا جدع، ده احنا اللي حاسبينك يا جدع. رجلي على رجلك يا ابو صلاح. طب نغسل ايدينا بقى. سبع سنس. سبك كام؟ 57 سنة. بتعلي صوتك ليه كده؟ انا عليت صوتي؟ اه بتعلي صوتك طبعا. ما عليتش ولا حاجة. خد بالك حساب، انا هدفع الحاجة حساب. طب ما تدفع. هدفع الحساب. خد حقك. هو ده حرامي؟ لا حول الله، ما بقاش في اخلاق. السلام عليكم حرسون. استنى هلا. معاك يا ادم مرسي. ما معيش. عيب يا حرسون، لو معايا حاجة نقولها لك على طول، وأنا عارف إنك هتسامحني فيها. أسامحك؟ لا يا شيخ. لف. أهو. بقول يا حرسون، مش ممكن نخرجوا عروسة سجاير؟ ولا سكر. ليه بس؟ مش عاوز كلام كتير. بكرة تسامحني في عروسة. لو بكرة شفتك هدورك على الكراكون. ليه بس يا حرسون؟ امشي يلا امشي.
فتح عينك تاكل ملبن، فتح عينك الشيلين يبقى باريزه، فتح عينك الصوره تكسب، الصوره تكسب الشيلين بقى باريزه، فتح عينك تاكل ملبن، الصوره هي اللي تكسب، فتح الصوره تكسب. تمام اتفضل. انا اللي كسبان، انا اللي كسبان والله، انت كمان انا اللي كسبان. ارجع مرش اخلع عينك بتضرب. كنا قاعدين على القهوة، دخل ولا حمقة. اه قول له انا ومرسي هنعمله جو. ايه عدم مؤاخذة يا فندم. لا مؤاخذة. صعليك. صعليك ايه؟ يعني ايه صعليك يا ابو صلاح؟ مش عارف، يمكن قصده سعال ديكي. لا 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 مش عارف، قصده حاجة تانية. ايه؟ لا مؤاخذة، لا مؤاخذة كابتن، لو سمحت يعني، يعني ايه صعليك؟ صعليك يعني متشردين. اه يعني ايه متشردين يعني؟ يعني متشردين؟ شتيمة يعني؟ اه شتيمة. اه شتيمة. شكرا. الله دي شتيمة يا مرسي. في طينة. اه يا بيه كفتن. ايوه مؤاخذة. عامل ايه؟ مؤاخذة يعني. يا ساعة كام مع سعادتك؟ بالظبط يعني، بس مؤاخذة يعني. اوعى الساعة بس. في بإيدك انت اهو. عايزين نشوف. اوعى انت اهو. يا بيه اوعى انت اهو. يا مرسي لو سرحت كده كتير ان شاء الله هنتعشوا هوا وميه. ايه مالك يا مرسي؟ بنفكره هنفضلوا كده صح عليك على طول. الله هو احنا سكتنا له يا مرسي؟ ما احنا طلعنا يا ابو صلاح افهمني، يا فندي ما قالش الا الحقيقه. الله يعني انت معاه؟ ايوه احنا صح عليك، لا شغله ولا مشغله، لا اهل ولا معارف، على باب الله. مش فاهم يعني. نفسينا ما نبقوش صح عليك. ازاي؟ نبقوا اغنياء، نتجوزوا، نخلفوا عيال، نربيهم شبعانين مش جعانين، نعلموهم ونخليهم افنديه. اسكت، انا حلمت حلم امبارح اللهم اجعله خير، اني قاعد بصطاد سمك، وبعدين طلعت لي سمكه وانا بنضفها وبفتح بطنها لقيت جواها فص الماس قد كده. لا يا مرسي قد كده مش قد كده. قلت نيجي نصطادوا هنا النهارده يمكن ربنا يكرمنا. عمرنا ما هنبقى اغنياء بالسمك. الله انت هتقفلها يا مرسي، ما يمكن ترزق. دي على فين؟ بلاش نتعشوا. مش هنتعشوا سمك، هناكلوا فراخ. منين يا حصر؟ السطح اللي جارنا فيه عشه فراخ، كل فرخه وفرخه قد كده اهو. لا قد كده اهو. اه كده بقى يبقى لهم البوز ونروحوا سنوا السكينه عشان نذبح. يلا يلا. العزوزة الساعة. افتح عزازة الزوزة. يلا مين؟ ابو صلاح والمرسى والعباس. ما تغلى عليك. اتفضل. ايه ده؟ إيه انت سرقتها منين يالا؟ خلي الباقي عشانك يا ابن الحراميه. انت قتلت عتيل يالا. صعلوك
بتهرب مني؟ لا انا مرس عيبها مرس عيب. طب قول لي جبت فلوس منين؟ انا مين بس سيب الاول اديني ست. قول عايز 5 جنيه؟ طبعا عاوز. عايز 5 جنيه بجد؟ قلت لك عاوز. عمليه صغيره. هنذبحوا مين؟ لا لا مش ذبح، شويه شاوى صغيرين. يلا بينا نتكلموا واحنا ماشيين. بس ايه؟ عايزين 3 عيال جدعان هنقفلوا محل. محل ايه؟ سهلوك يعني انت باشا؟ فوطه يا مرسي. ما لقيتش غير كيس المخده ده. حلو يا مرسي. هاي زفت. حدا يا بيه. ماذا يا ساعة البيه؟ صحيح صحيح. كونياك ده؟ بقول لك احنا عايزين كونياك مش جاز. صنف كويس ساعة البيه. انا اجيب لك حاجه فرنساوي كوغفازي احسن صنف. بس مش جاهز. حاضر يا بيه. طلعت الجامعه من فوق. مستغني عن عمرك ده بيضحك. تعال يا معلم. تعال تعال حبيبي. تعال 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 يا شباب. تعال عليا بس. تعال بقى تعال يا حلو. معلش يا مرس. ايوه دول دغدغونا يا جدع. يا
انت ايه اللي خلاكي كده؟ مرات ابويا كانت مقسيه عليا، كانت بتخليني اضربني، كانت بتقول له بنتك مشيها بطال، والمرسي ابو العباس كنت قطه مغمضه. وبعدين كان في جدع جارنا كان بيحوش ابويا لما يجي يضربني. وجي قال لي انت مستحمله العيشه دي ازاي؟ ما تيجي نتجوز. هربت معاه، ضحك عليا وفي الاخر جمالي وكنت عند ناس. البيت كان بيجيني بعد الهنا لما تنام، وانا كنت ساكته عشان لقمه العيش. وفي ليله ظبطتني طردتني، ما طولش عليك قابلتني وليا، خدتني واكلتني وادتني هدمه، فضلت تزن على وداني لما بقيت كده. طب ما تيجي تقعدي معايا. يا لهوي، انت كنت عايز قبلتي تموتني وتموتك؟ بقول لك ايه؟ تقدري تبقي تيجي عندي الاوضه؟ بالنهار بس. ماشي. كم نفر؟ نفر واحد مصر، نفر واحد مصر يا بيه، نفر واحد، نفر واحد مصر، نفر واحد مصر، نفر واحد يا بيه، مصر يا بيه. سيجارة يا مرسي. نفر واحد تشكر يا اسطى، نفر واحد مصر، نفر واحد. اهلا اهلا ابو صلاح. ازيك يا مرسي؟ ولا شوف لنا الحاج سيد استفتح ولا لسه عشان يعمل لنا كوب شاي. اتفضل يا ابو صلاح. اقعد يا ابو صلاح. بالاذن يا صور. ماشي يا مرسي. اضرب ايه؟ اتفضل اتفضل. يلا حسنتك يا مرسي. اشكر. طيب سلام يا اكتر. تسلم. استفتحت نادي. تسلم يا مرسي. نورت الموقف ابو صلاح. الله يكرمك يا مرسي. الشاي يا ريس. امال فين عم سيد؟ بعد شويه. وانت؟ بيت. يخرب بيته، عدم المؤاخذه بقى عم سيد يطلع منه الحلاوه دي كلها. قال لك رايي يا اسطى ما تختش امها. عدم المؤاخذه. اسمك ايه؟ صفيه. عاشت الاسامي وسلامه عم سيد، عايزين نطلوا عليه. تشكر يا زوج، كلها يومين ويقوم بالسلام. مرسي مرسي بقول يا مرسي ما تشوف لي شغلانه معاك. بتقول ايه يا ابو صلاح؟ بقول عايزين نشتغلوا معاك يا مرسي. تشتغل ايه؟ سواق. وانت بتعرف تسوق؟ لا بس هو برضه البركه فيك تشوف اي حد من صحابك يعلمني السواقه. ماشي ماشي يا ابو صلاح. الشاي. عشت. الله يخرب بيتك يا عم سيد. بلاش اللون الغامق ده على الصبح امال. يووو شيل ايدك. تمد ايدك عليها. بقول لك ازاي تمد ايدك عليها؟ ما تعملهاش. لا لا يا اخويا. مع البت نجوى و... وبعدين؟ ولا قبلين؟ مفيش. مفيش؟ يعني ايه مفيش؟ يعني مفيش. يخرب بيتك وهتعمل ايه؟ في ايه؟ قصدي يعني مفيش علاج للحكايه دي يا مرسي؟ يا صلاح احنا كنا بنفكروا فيها. في مين؟ في البت صفيه. انا بحبها.
صباح الخير يا صفية. صباح الفل يا مرسي. صباح القشطة. ما تاكل يا صفية. ما تاكل يا مرسي. اهو. صباح الخير يا رجالة. صباح الخير. صباح الخير يا معلم. صباح النور. مول العربية وشوف الزيت. حاضر يا معلم. بالسلامة. سلام عليكم. يا هادي يا رب. نفر مصر. واحد. واحد مصر. مصر اخويا تعالى هنا اركب معانا في العربيه دي. اركب يلا. اتفضل شنطتك معاك ما تخافش. هنيا يا مرسي. بالسلامه. بالسلامه. طريق سلامه يا اخويا. قابلت الواد شلبي ومعاه جدع سواق نقل، انما اخر جدعنا. قعدنا نضرب انفاس وبعد كده الواد شلبي عزمنا على العشاء. الله. طب والمعلم يا مرسي؟ يا ابو صلاح المعلم طول النهار قاعد على القهوه واخر الليل بيلها في الايراد كله. بلاش نعيش احنا. لو عايزاك واني مقطوع ماليش اي حد في الدنيا. انا هنقول اني اللي كنت عامل الحادثه واخلع انت من الحكايه دي. تشكر يا ابو صلاح بس كله لله. ده خليك عاقل. انا اللي كنت سايق. لا خليك انت بعيد عن الحكايه دي وروح انت طمن صفيه. اسمك ايه؟ سبويه السايق. لو بخلط اللقطه حاجه ثانيه بقول لك. روح انت. روح انت المرسي مالكش دعوه. مين سواق؟ ايه مين اللي كان سايق العربيه؟ انا حظابط. اخرس انت. انا اللي كنت سايق ساعه البيه. بس ادوش يا بيه. انا اللي كنت سايق العربيه. يعني مش عايزين تقولوا مين سايق العربيه؟ والمرسى ابو العباس. والمرسى ابو العباس انا اللي كنت سايق. يا جدع يا جدع بلاش كدبه يا مرسى. الكدبه حرام. انا بكدب يا صلاح. ايوه انا اللي كنت سايق العربيه يا بيه. يا صلاح يا مرسى انت مراتك عايزاك يا مرسى. اخرج انت من الحكايه دي يا صلاح. يا سعاده البيه. يا سعاده البيه. يا سعاده البيه. انا اللي كنت سايق العربيه. ده كداب. ابدا يا بيه. هو عاوز يحميني لان احنا اكتر من الاخوات. انا السواق. انا المستلم العربيه. حتى اسال المعلم. ايوه بس انت كنت راجع بالليل تعبان. وحتى بلا مره قلت لي سوق انت يا ابو صلاح. يا مجدع يا حال. ايوه قلت لي. بقول لكم ايه تتلموا عليا ولا ايه؟ ولو ما قريتوش على الحقيقه هخرب بيكم انتوا الاثنين. يا عسكري خد البوكس. عاجبك؟ ايوه عاجبك. انت فاكر ان دي مجدعه؟ ده شغل عيال. انت عايز تبان راجل. عارف ليه؟ لانك عيل. الراجل ما يعملش اللي انت بتعمله ده. امال يعمل ايه يا مرسي؟ يخرج يدور على ابوكاتو.
يروح يطمن الوليه اللي قاعده وحديها مش عارفه ايه اللي حصل. عندك حق. خلاص يا مرسي اخرج انت دور على افوكاتو وروح طمن مراتك يا اخي. انت عايز تبقى جدع على قفايا ولا؟ عايز تبقى جدع على قفايا؟ انا مش عايز حاجه يا مرسي بس شيل ايدك بقى شيل ايدك بقى عايز انام يا مرسي انا عايز انام بس. الله اسمع لو ما رجعتش على اللي بتعمله ده وخرجت انا مش عايز اعرفك طول العمر بعد كده. ولا انا يا مرسي. انت خايف ترد عليا؟ انا بضربك يا صلاح بضربك. رد عليا خليك راجع. بالذمة مش مكسوف من نفسك تتضرب وتسكت؟ انا كنت فاكرك عيل طلعت مرض. خايف خايف زي الولية؟ ايه طلق على عيلته وتسيبه في حاله؟ اخرس انت ومالكش دعوة. مش عيب عليك تتضرب وما تردش يا جبان. انت بتسوقني انا؟ شفت انك عيل وما بتعرفش تضرب ازاي؟ انا اللي عيل يا مرسي. انا اللي على الشمال يا بيه. انت متاكده ان هو ده اللي كان سايق؟ ايوه متاكده هو ده. دي كانت ده ساعتي بيه. اخلص انت. حاضر يا بيه. هو اللي جاي كان سايق وشايفاه هو اللي سايق. ولا انت شايفه حاجه ولا اي حاجه ما تجيبيش بالك على الناس. انا اللي كنت سايق العربيه. انا شايفاه بعينيا دول. ولا شايفاه بعينيكي ولا اي حاجه. حرام عليك. هنا يا حاجه مع السلامه. في الحقيقه انتوا تعبتوني قوي بس انا بستجدعكم انتوا الاثنين. متشكرين يا بيه. بصراحه كده مين فيكم اللي كان سايق؟ ايه يا بيه. فين أراضي والعود؟ مساء الخير يا سي صلاح. مساء الخير يا صفية. خدي. ايه ده كله؟ ده كتير قوي يا سي صلاح. انت والدة يا صفية وعايزة غيزة وزي الواد حمادة. الحمد لله كويس. طبعا اذنك يا صفية نغير هدومنا ونتشطفوا. اتفضل يا اخويا. والمرسي ابو العباس لما يشوف ابنه احمد كبر كده هو هيفرح قوي. بس
لك صباح يا سعادة بيه. رخصتك. حاضر يا بيه. رخصتك يا حمار. يا بيه انا مش حمار يا بيه. انت مش رد عليا يا كلب. رخصتك. يا بيه انا لا حمار ولا كلب. انزل. يعني يا سعادة البي ما فيش داعي للشتيمة يعني. رخصة دي مزورة. استسمح واستهدى بالله. ده ابن حرام. تضربني كمان؟ اضرب. بس انا عايزه اقول لك حاجه. احنا بنحب مرسي. عمرنا ما فكرنا نخونه ولا نمسه عرضه. لا لا ولا انت فكرنا نخون. بنطبخولك وبنغسلولك هدومك، بنشم ريحة عرقك، ما بنلاقيش عرق بين عرقك وعرقه.
علينا اول النهار واخر الليل. بتلاقي حماده بتاخده في حضنك كانه ده نار. اللي حصل زي العجين لما يخمر لوحده من غير خبيره ولا حاجه. والمرسي ابو العباس اني ما حسيت اني معاك ولا اني خنته. احنا بنحب مرسي وعمرنا ما هنحبه غيره. عارف مرسي ضربني مره واحده وكان بسببك. كنت غيرانه منك. قلت له ايه الورثه الواحده اللي طول النهار والليل معاك. يوم ما دريتش الا الكهف ونزل على صبغي بغل. اتخيت خفت بصيت عينيه وخفت. قال لي اوعك تمسي حتى بينك وبين نفسك. صلاح ده سيدك ظفره برقبتك. هو راجل وانتي مره. انتي بقى بيدفع وهو دراع بيجيب الاكل. قال لي بنقعد معاكي نص ساعه وبنشتغل معاه 10 ساعات. لحم اللي تحت الجلد ما بس لحمه. انضربنا وضربنا مع بعض. اللي بيني وبينه انت ما تفهميهوش. العرق اللي بيني وبينه يختلط في النور والدم يتلقى بره الجلد. لا اللي بيني وبينك ايه في الضلمه. العرق اللي بينا في الضلمه والدم يتقابل جوه بطنك. هو راجل وانت مره. يومها كرهتك وعرفت لا افرق بينكم مهما طال العمر. ما تعرفش كده الناس. ما لحقتش اتسجن. بعدها عرفت ان كان عنده حق. لو انت عايزني نغوره من وشك هنغوره. لو مش عايز تشوف وشي تاني مش هنوريهولك. لو عايزني نقطع صدرنا نقطعه. أنا مش بنت حرام عشان أفرق بينكو. فاهم يا سي صلاح؟ مش بنت حرام. ما تقلقيش يا صفية، لازم يخلصوا الإجراءات عشان يطلع بالسلامة. يا ربي يا أخويا. مرسي، الحمد لله على السلامة. مرسي، صلاح، الحمد لله على السلامة مرسي، وحشتني أوي. الحمد لله على السلامة. أنا أهو. وحشتني. وأنت كمان يا مرسي. مش النهاردة بقى حمادة يا مرسي. تعال. في السجن بتعرف حاجات كتير. في السجن بتقعد تستنى اليوم اللي هتخرج فيه. وكل يوم زي اللي قبله زي اللي بعده. في السجن ابو صلاح بتتعلم ازاي تضيع الوقت لحد ما تخرج منه. وانا السجن علمني كتير. اللي في السجن دخلوه قبل كده عارف ليه؟ عشان ما عرفوش يقفوا امتى. مش مهم تبتدي ازاي، بس المهم تعرف تقف امتى. اللي سرق 20 مره قبل كده، لكن اتمسك في المره 21. لو سرق مره واحده بس ما كانش اتمسك. فاهم ابو صلاح؟ احنا مش لازم نضيع وقتنا، بس لازم كمان نعرفوا نقفوا امتى. قصدك ايه؟ نعمل عمليه واحده، ضربه واحده، نجيبوا قرشين وبعد كده خلاص. قلت ايه؟ خايف؟ ها؟ سيبني كام يوم نشمشمه وبعدين نتكلمه. ماشي يا ابو صلاح. احنا هنحكي لسعادتك الحكايه من الاول يا سعاده البيه. بقى لي ولا مرسي يا سعاده البيه.
كنا اصحاب، ناكلوا مع بعضينا، نشربوا مع بعضينا، نشتغلوا مع بعضينا، لحد سعاده البيل ولا مرسي ما طلع من السجن. ايوه بيه، والمرسي والعباسه بيه، احنا ما كنا نعرفه ان السجن بيعلم الاجرام. طالع فرد على الكل يا بيه. حد علي انا حبيبي وصاحبي، قلت له استهدى بالله يا مرسي، ده ما فيش احسن من الحلال بالصلاه على النبي، ما فيش فايده بيه. تقولش يا ابليس كان راكب امه ساعه مودته؟ ادخل في الموضوع. انا ايه الحكايه؟ انا جاي لك اسعدت بيه اهو. بقى يا بيه ما نحبش اللقمه الحرام، نموت من الجوع لكن ما ناكلوش الا من عرق جبيننا يا بيه. انا كده يا بيه وطول عمري كده، والمرسي ابو العباس يا بيه ومرسي كان كده لغايه ما اتحبس. وانا ايه الحكايه؟ انا هقول لسعادتك سعادتك، هو عايز اشتغل معاه سعادة بيه. في عايز يخرج شنطه بيه. شنطه؟ اقعد يا صلاح اقعد. شنطه ايه؟ انا ما نعرفش بيه، بس هتكون ايه يعني؟ حشيش، افيون، بلا ازرق. قلت له بلاش يا مرسي، مفيش داعي يا مرسي. قال لي انه لو اتمسك هيبلغ عني. طب انا مالي يا بيه؟ انا ما عملتلوش اي حاجه. انا قلت له بلاش يا مرسي، قام ضربنا ساعه بيه. يا صلاح احكي لي الموضوع من الاول. حاضر ساعه بيه. الحكايه من الاول يا ساعه بيه، النبي والولا مرسي كنا اصحاب يا سعاده بيه، ناكلوا مع بعضينا، نشربوا مع بعضينا، نشتغلوا مع بعضينا، نسكروا مع بعضينا، لا مؤاخذة يا سعاده بيه، نحششوا مع بعضينا. وبعدين؟ اشترك في العملية صح؟ حد الله بيه، حد الله منك من الحرامة سعادة بيه. أنا قلت له لا، قلت له لا يا مرسي، أنت من سكة يا مرسي وأنا من سكة تانية. راح شتمنا بيه، بدأنا سألت عشان مش عايزين اللقمة الحرام يا جدعان. وبعدين هو قال لك إيه؟ قال لي لو اتقفشت يا صلاح هبلغ عنك وهذبحك. ده مفترى سعادة بيه، قلت نحمي نفسينا إزاي؟ نيجوا للشرطة وأنتوا المحافظة سعادة بيه في خدمة الشعب وتعملوا الغلابة اللي زينا. طيب هو راح خرج الشنطه امتى؟ النهارده سعاده بيه، هيستنى مركب الركاب ياخد منها زباين ويخرج بيها. متاكد؟ والله بيه هو اللي قال لي كده. طب احنا هنتصرف معاه. متشكرين يا صلاح. العفو يا سعاده بيه. اديني سته. لا لا مؤاخذه يعني بيه، مش انا برضه ليا مكافاه؟ ان شاء الله. كام يا بيه؟ لما نقبض على مرسي ونعرف معاه ايه ابقى احدد لك المكافاه. صح برضه بيه، صح. مع السلامة. بس معلش بيه، ما تقولهوش اني انا اللي بلغت عنه. ما تخاف يا صلاح، مع الف سلامة. الله يسلمك يا بيه. بس والنبي بيه، ما تنسوش تبقوا تفتشوا عربيتي كويس، علشان ما يحسش اني بلغت عنه، واحسن ده مفتري وابن حرام. ما تخافش يا صلاح، مع السلامة. الله يخليك. هتسلموني المكافأة امتى يعني؟ مش لما نقبض عليه؟ مع السلامة.
ايه يا ابو صلاح؟ كله يا اسطى. ما تنساش لو قربوا للشنطه ارجع انت. طيب المركب وصلت من ساعه زمن، بينا نلحق الركاب. بينا. كم قروص السجاير وسمح له بقى بيه. هب ايدك. يا بيه حرام، دي نعمة ربنا. اخلص انت. مبروك عليك يا مرسي. الله يخليك. يا ترى سميتوها ايه؟ حماده على اسم ابن مرسي. عشت الاسامي يا رجاله. طب اتفضلوا دورك يا فندم. تسلم يا عمنا. سلام يا حبلس. اسحب شويه يا مرسي. ما تسحب شويه يا مرسي. مش عايزه. ده بقى اللي كان ناقصنا. دور يا ابو صلاح يلا.
يلا يا صلاح. ماشي يا مرسي. خلينا نلحق قبل الدنيا ما تشتي. حاضر. ما تدور يا صلاح. الظاهر مفيش فايدة يا مرسي. أنا هروح طالتا نجيبه ميكانيكي. كتر خيرها. شوف بقالها معانا قد إيه. دي محتاجة عمرة من فترة. أنت بحوش كام؟ 5. وأنا معايا 4. نبيعه دي ونشتري واحدة جديدة. قول يا ساتر ربنا يسهل بس نوصله بالسلامة وبعدين نفكره على مهلينا. أسطى أسطى خدني معاك يا سمير والنبي. العربية دي نسموها أبو صلاح. لا هنسموها حمادة برضه. خلي حمادة للبيجو. نسموها صفية. ماشي يا معلم. سلامك يا مرسي. عملت ايه مع نسوان المانيا؟ ايوه ايه؟ ايوه يا مرسي. ايه واقفين عريانين في البتارين. ايه؟ كل واحده وواحده. مش المره الجايه نسافر سوا باذن الله. عملت ايه في الشغل؟ جبت عربيتين جايين بعد اسبوع على مركب هولندي بس حلوين قوي. اه وانتوا ايه الاخبار؟ نحمدوه. المرشيدس في العمراء وصفيه عملت حادثه. ايوه والمرسي بالعباساني كل ما يسمعوا اسم صفيه يفتكروا ان احنا اللي عملنا الحادثه. والله وحشتينا يا صفيه. اركب. اركب يا ولد يلا. انا كنت بفكر احنا بنشيل الخشب والسمنت والحديد من المينا لكل حته في البلد مش كده؟ ايوه. طيب ما نجيبوها احنا من بلاد بره. قلت ايه؟ بس انت عارف يا مرسي ان الحكومه هي اللي بتستورد. يبقى لازم نكلم الحكومه نقنعوها انها تخلينا نستورده. بتضحك على ايه؟ هي الحكومه مره هتكلموها ولا راجل يا مرسي؟ الحكومه ناس وزينا زيهم كلنا ولاد حواء وادم نكلموهم. طب ولو ما رضيوش؟ ما هو يرضوا يغيروهم. انا وانت نعرف كل تجار البلد. احنا مش شويه ابو صلاح. عيبك عيبك انك بتبص حواليك بس عمرك ما بصيت لقدام. المهم ان احنا نبقوا جاهزين. ازاي؟ مش عيب افندي طويل عريض زيك يحتكم على 50,000 جنيه في البنك غير عربيات يروح لافندي عره يملى له استماره الوصول؟ طب يعني هنعمله ايه بس يا مرسي؟ نتعلمه يا صلاح. نتعلمه قرايه وكتابه وانجليزي وفرنساوي وطلياني وجريجي كمان لو عايزين. ايه يا مرسي بس انا بتكلم انجليزي يا مرسي. والمرسى والعباس احنا بنتكلموا عربي حتى. من بكره انا وانت وصفيه لازم نبتدي تعليم. مش عيب عيب الواد حماده يبقى يعرف انجليزي واحنا ما نعرفوش. الله حماده بيعرف انجليزي؟ امال؟ لا صحيح يبقى عيب يا مرسى. عيب صحيح لازم نتعلمه. تصبح على خير. وانت ونور يا مرسى. فكر يا صلاح. ماشي يا مرسى. جوت النخت يا مرسى. يعني ايه؟ يعني اتمسى بالخير بالانجليزي. بقى الولا حماده بيتكلم انجليزي؟ ايوه. الولا مرسي ده اتجنن. نتعلمه كتابه ورايا والمرسى والعباس اتجنن ونكلمه الحكومه. طب ازاي؟ طب ازاي؟ بقول لك كده كمان الولد ده انا عارفه كويس. العربيه لازم تتفرغ النهارده.
والولد ده ولا اي حاجه ضربوه، موتوه من الضرب. سلام. طب قولوا سلام عليكم. وعليكم. املى الاستماره دي. ايه دي؟ استماره ترشيح للبرلمان. البرلمان بتاع مصر؟ البرلمان يا بجل، عشان نبقى نواب في البرلمان. فاكر يا ابو صلاح زمان ليه ما جيت لك قلت لك عايزين نستورده بضائع؟ وماله ده ومال البرلمان؟ عشان يكلموا الحكومه. في البرلمان يا مرسي؟ ايوه. انت الاول فاهم ايه البرلمان؟ لا. شوف البرلمان ده قبه تحتيها. لا احنا مش عايزين نعرفه حاجه. عشان كده بقى كنت بتضيع فلوسنا. ايش اللي اتبرعه المستشفى؟ وايش المدرسه؟ وايش الجامع؟ والاخر تقول لي تعالى اتبرع للحكومه. يا عم يا الحكومه ناقصه. ده للحزب مش للحكومه. هو الحزب هو الحكومه يا مرس؟ لا الحزب غير الحكومه. عشان البرلمان. ما كناش بنتبرعوا عشان البرلمان. انما عشان الناس تحب لك. عشان لما حد يشتمك من وراك 10 و20 يردوا عليك. لو حد شافك سكران 10 يقولوا له ايه؟ ده متبرع للجامع. انا بصلي جمعه في المرسى ابو العباس، شاليها مرس. مهما صليت محدش هياخد باله منك. وحتى لو خد باله منك مش هيقول لك كنت بتصلي، لان كل الناس بتصلي. انما لما تتبرع للجامع الكل بيعرف. فاهم؟ لما تبقى غني يا ابو صلاح الكل بيتكلم عليك. وعلى راي الناس اطعم الفم استحي العين. هاني أنا فاهم، أنا فاهم كويس أوي. سلام عليكم. على خير. هنشوف الحاج عم جيد بيقولوا عنده عربية سكودا وعايز يبيعها. والبرلمان كفاية أنت مرسي، رشح نفسك وأنا هنتخبك. بتعملي ده يا انسه؟ اسف يا فندم. ايوه اسمعني يا كمال، انتوا تحاولوا تخلصوا الجمارك بسرعه، مفهوم؟ ها؟ مع السلامه. الحمد لله على السلامه يا مرسي. الله يسلمك. ايه اخبار مصر؟ حر. المركب وصلت على المخطاف وبينزلوا البضاعة بالصنادل. أهلا يا مرسي. إيه؟ في إيه يا مرسي؟ أنت عارف إزاي بننزل الأسمنت من المراكب، وعارف الزمن اللي بياخده في النزول والفائد منه. في طريقة جديدة. الرصيف أهو. الرصيف هو، واخد بالك؟ في مركب على هيئة صومعة اسمنت بتقف جنب الرصيف. المراكب المحملة تيجي تقف جنب دي. دي بقى جواها شفاطات تسحب الاسمنت جواها، وجواها يتعبى في شكاير وينزل الرصيف، أو ينزل عربيات سايل. واخد بالك؟ الطريقة دي بقى بتوفر وقت وبتوفر فائد، ده غير الاسمنت السايب أرخص. إيه رأيك؟ بكام؟ مش مهم بكام، المهم الحكومة توافق. وبعدين يعني؟ عشان كده لازم نعمل شركة، عشان ناخد موافقة الحكومة والبنوك تمولنا بسهولة. شركة؟ مع مين؟ الحقيقة مع عز الدين الدواخلي. لا لا يا مرش. لا ليه بس؟ نتفاهم يا صلاح. خلينا على قدنا، احنا مش محتاجين يا عم، خلينا في حالنا. لا بس لا يا عم يا صلاح. ايوه قول لهم ان في قرار واضح بالاعفاء من الجمارك، فاهم؟ روح لاكبر مسؤول فيهم وبعد كده كلمني. تصور مش عايزين يطبقوا قرار الاعفاء بتاع مواد البنى على نط الخشب. صلاح حاول تفهمني، انت مش فاهم ايه معنى الشركه دي. معناها ببساطه ان احنا هنحتكر سوق الخشب وهندخل الاسمنت والحديد. بصراحه مش مهم مشروع صناعه الاسمنت، المهم علاقات الراجل والتسهيلات.
بدل ما تقعد توجع دماغك مع الجمارك والضرايب. هوجع دماغي معاه هو، مش كده؟ هيتحكم فينا، هياكلنا وهيسرقنا، ومش هنقدر نكلمه لان انت عارف علاقاته، قوته زي ما هي لينا علينا كمان، صح ولا لا؟ سلام يا مرسي. ايه ايه رايح فين؟ رايح البيت اغير هدومي وبعدين طالع على اليخت. سلام. بابا بابا، ازيك يا بابا؟ ازيك يا حبيبي؟ ايه ده انتوا جايين مجهولين؟ بابا تنشفوا وبعدين خشوا البيت. يلا يا ولد يلا امشي. دلوقتي يا مرسي. معلش يلا ثانية واحدة وهجيلك على طول. في ايه يا مرسي؟ انت النهاردة مش على بعضك يعني. الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه تاني يا مرسي. معلش انا كنت بحاول اخفف الامور عليك. انا معاك ان احنا نشتغل حسابنا احسن، بس اصل الحكاية مش بكيفنا. ليه يا مرسي؟ هو احنا مش احرار؟ لا لا. يعني ايه؟ صلاح انا نازل مصر بكره ولازم ارد عليه، واحنا لازم نقبل الشركه دي. ليه يعني؟ لاننا كبرنا يا صلاح، كبرنا. زمان لما كنا صغيرين وبنشتغل على قد حالنا ما كانش حد بيبص لنا، لكن دلوقتي قدامنا حاجه من اتنين، يا يعني نقبل الشركه دي يا يعني نضرب على دماغنا لحد ما نصغر تاني، فاهم؟ قصدي لو ما قبلناش الشركه دي هنفضل ننضرب على طول، وبعد كده لو طلبنا نشاركه هنبقى في موقف ضعيف. ايه؟ الله، هو السوق مش حر يا مرسي؟ مفيش حاجة حرة يا أبو صلاح. صلاح فكر ورد عليا بالليل. تعرف يا مرسي بيه؟ أنا معجب بيكم من زمان، كنت دايما بتابعكم وأشجعكم. شجعتنا إزاي يا واخد بيه؟ ده إحنا أول مرة نتقابل. ما تسيبني أكمل كلامي يا صلاح بيه. إن دايما كنت بشجعكم، لكن دلوقتي أنتوا محتاجين أكتر من تشجيع. أنتوا عارفين طبعا إن أهم حاجة في البيزنس هي العلاقات، ومش أي علاقات، العلاقات بالناس الكبيرة. كل ما تطلعوا لفوق يبقى فيش فرق بين السياسة والبيزنس. عشان كده أنا انبسطت منك قوي لما عرفت إنك بدأت تهتم بالسياسة. ما قلتلناش يعني يا دواخلي بيه، شجعتنا إزاي؟ أنا سبتكم تشتغلوا وتكبروا، ما وقفتش في طريقكم. يا سلام، أنت بتستعمل من البداية يا صلاح بيه؟ هو ده مش تشجيع؟ إيه طبعا طبعا يا دواخلي بيه طبعا.
لك ايه رايك؟ حلو قوي قوي، انا موافق طبعا. اهو كده يا صلاح بيه تعجبني. معلش اصلي بس تعبان شويه. براحتك يا صاحبي براحتك. العقد اللي احنا اتفقنا عليه. انا نسيت اقول لكم ان طلبت اضافه التعديل ده. يعني حضرتك زودت نصيبك من الارباح مقابل حق الاداره. وممنوع علينا ممارسه اي نشاط استيرادي. والمنع والحظر لينا احنا بس. طب ليه مش ليك انت كمان؟ يعني تدخل بنسبه 50% من راس المال وتاخد 80% من الارباح. ايوه بس النتيجه النهائيه ان ارباحكم هتزيد مش هتقل. انا اسف. مش موافق. انا مش حد عقد يا مرسي. الصراحه عدم مؤاخذه دواخلي بيه، ما كانش فيه داعي تفاجئنا بشروط جديده عند توقيع العقد. يا مرسي بيه الدنيا مليانه مفاجآت. بعد اذنك 10 دقايق بس. اتفضل يا صلاح. انا مش حد يا مرسي، وطريقه انه يجبرنا دي مرفوضه. صلاح خليك عاقل، هنمضي وكويس اللي انت عملته عشان يبين ان في حد فينا متشدد، بس في النهايه هنمضي. وارجوك تفوضني نتفق معاه لغايه 70% من الارباح، والشرط التاني يبقى عليه وعلينا. اذا كان ده من البدايه يا مرسي. الراجل مش سهل يا صلاح، هنمضي. لازم نفكر لقدام، بعد كده يبقى في شغل كتير وارباح كبيره. موافق؟ اللي تشوفه يا مرسي. هنا هناخد حق امتياز سفينة الاسمنت، وبعدها هنعمل سفينة تانية، بس مش ده المهم. فين المخازن بتاعتكم؟ اتفضل. وادي المخازن بتاعتي. في ظرف سنتين ثلاثة لازم المخازن بتاعتنا تبلع الارض اللي حواليها. شركات الشحن والتفريغ القطاع العام لازم تقع، وشركة الشحن بتاعتنا لازم تبلعها. مفهوم؟ الأسمنت والحديد والكيماويات لازم ناخد عمليات استيرادها كاملة. باختصار لازم المينا تبقى بتاعتنا بعد ما نخلص من اسكندرية في بورسعيد والسويس. ومع كل ده لازم نبتدي نكون أسطول تجاري. وبعد كده ما اقدرش اعرف، انما قدامنا مصر كلها بكل الفرص اللي فيها، وقدامنا بعدها العالم. بس لازم نبتدي من هنا ونبلع اللي حوالينا قبل غيرنا ما يبلعوا. عارف يا حماده، انا مولود هنا في اسكندريه، بس تعرف اول مره شفت فيها البحر امتى؟ امتى؟ وانا عندي 10 سنين قعدت مبرق مش مصدق عينيا ان في حاجه بالشكل ده. وبعد كده اشتغلت صياد زي باباك. انا عمري ما كنت صياد، وعمر ابويا ما اشتغل صياد. بس اونكل صلاح قال لي ان انتوا كنتوا صيادين بتصطادوا سمك، يعني حتى من الامار كنتوا مرق جبين في لوكا ونازلين عشان تصطادوا، ما اصطادتوش ولا سمكه لغايه المغرب. وانتوا راجعين بصيتوا لقيتوا سمكه بتنطط في الفلوكة، قمتوا خدتوها عشان تتعشوا بيها. وانتوا بتنضفوها بس بتفتحوا بطنها لقيتوا فيها خاتم الماس، او من يوميها بقيتوا اجمال. انا ابويا كان طبال بينقر على الطبل، فنان يعني. كنا عايشين في البياصه لحد ابويا ما لاف على رقاصه. ساعه
ساب امي وسابنا واتجوز الرقاصه دي وسافروا على مصر. امال ازاي بقيتوا اغنياء من غير سمكه ومن غير خال؟ عارف يا حماده، انا بقيت غني لان كنت عايز ابقى غني. لو انت عايز حاجه وقررت انك تعملها هتعملها، لو عاوز حاجه وصممت انك تاخدها هتاخدها، بكده ممكن تبقى غني. فاهم؟ فاهم. بابا انا عايز موتوسيكل. بس انت لسه صغير يا حبيبي. بس انا عايز موتوسيكل وقررت انه يبقى عندي. هتجيبلي موتوسيكل؟ مش دلوقتي. لسه بقول للأنسة إن أنا الغلطان وهتحمل كل التكاليف. على كل حال حكاية بسيطة ومفيش داعي. لا 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 مش ممكن يا فندم أرجوك. لا لا لا. اتفضل الكارت بتاعي. وهخلي السواق ياخد العربية وهترجع جديدة إن شاء الله. دكتور كامل إسماعيل أستاذ في كلية الآداب. أهلاً وسهلاً يا فندم، فرصة سعيدة جدا. أهلاً. لا بقى معلش، أنا محتاجة للعربية ومش مستعدين نستغنى عنها. يا أنسة العربية هترجع جديدة إن شاء الله بكرة، ولو سعادتك محتاجة العربية لغاية بكرة أنا هخلي السواق يجيب عربية معاه وهو جاي. يا سيدي متشكرة، ملوش لزوم. يا أنسة السواق هيمر ويكون هنا في خلال ساعة، فلو سمحتي بس يعني أتكلم في التليفون. على أي حال الحكاية يعني مش كبيرة والتكاليف بسيطة يا صاحبي. لا 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 أرجوك يا دكتور، كفاية إني سببت إزعاج للأنسة، فأديني فرصة بس إني أصلح غلطتي، بس يعني ممكن أتكلم في التليفون؟ اتفضل يا صاحبي. اتفضل اتفضل اتفضل. عن إذنك بس أتكلم في التليفون. صباح النور. حضرتك العيلة الصمونة؟ أيوة. اتفضل يا فندم. شكرا. مفاتيح العربية. متشكرة أوي. لو سمحت يا فندم تيجي تشوفيها معايا بره. اتفضل. اتفضل يا فندم. هي فين العربية؟ هي العربية. بس دي مش عربيتي، أنا عربيتي بيضة. لا ما احنا غيرنا اللون. أنت إيه تعمل حاجة زي كده؟ أوامر صلاح بيك، لو سيادتك عاوزة حاجة اتصل بيه بالتليفون. وكمان هتفني كسبت؟ ألو صلاح بيه؟ أيوة. تسمح تقولي مين اللي قال لحضرتك إني عايزة أغير لون العربية؟ تحب يعني ان احنا نرجعها تاني لونها الاولاني؟ تحت امرك. لا متشكر. تحب اي حاجه تانية يا منى؟ ممكن تشيلي ريكوردر؟ ارجوكي حاولي تفهميني يا انسه منى، ده اقل تعويض عن اللي حصل. انت صلحت العربيه وغيرت لي لونها وده كفايه قوي، ممكن لو سمحت تشيلي الريكوردر؟ انا ما بتكلمش عن التعويض المادي، انا قصدي اقول لك اني سببت لك ازعاج و يوه لو سمحت بقى انا مش عايزاه.
كده كويس؟ متشكرة. طيب اعمل في ايه ده بقى؟ انت حر، اديه لاي حد. اديه لاي حد؟ حضرتك مش عايز ريكوردر للعربية؟ لا شكرا، عندي واحد. عنده واحد؟ شفتي؟ تاكس، تاكسي، تاكس، تاخد ريكوردر للعربية؟ بكام؟ ببلاش. يا عم بفكر على الناس. شفتي؟ اهو قدامك اهو، محدش عايزه، الظاهر انه منحوس. خلي بالك من نفسك يا حمادة. بس انت ابو صلاح باين عليك كنت بتشتغل صبي كبابجي قبل كده. عرفت منين يا مرسي؟ مسكتك للمروحة مسكت معلمة، شوفي مسكها ازاي. امال انا لما عرفتك كنت جعان ومقشف ليه؟ ايه هو عيب؟ ايوه عيب. لا مش عيب. ابو صلاح فاكر الراجل بتاع الصعاليك؟ ايوه مرسي الا فاكر طبعا فاكر. اصل احنا كنا صايعين صعاليك مرسي. قصدي انا صلاح بس، لكن هي ابوها كان راجل كبارة، ابوها كان طول النهار يقعد مقنفد كده ومعاه براد وكنكة، يغلي المية في البراد ويصبها في الكنكة. تقوليش بيعمل كيمياء طول النهار على كده؟ الله يرحمه كان غاوي. ايه الا ابوك ليه كان يغلي المية في البراد وبعدين يصبها في الكنكة؟ انا مش فاهمة هو كان بيعمل كده ليه. كان بيعمل شاي. حاسب يا حماده حاسب، كان راجل غاوي طول النهار يعمل شاي. هو ابوك كان بيشرب حاجه غير الشاي طول النهار كده بيشرب شاي؟ اصله شيايجي. شيايجي يعني ايه شيايجي؟ قهوجي بيعمل شاي، قاعد على الرصيف وطول النهار يعمل شاي. بس انا ابويا بقى كان موسيقار طبال. عازف دربوكا. صلاح انت ابوك كان بيشتغل ايه؟ دادي. انا دادي كان بيشتغل عازف على مضرب قط، منجد يعني، بس كان منجد عليه لعشتنا. طب ما اشتغلتش معاه ليه؟ ما كانش راضي. عارف ليه؟ انا ابويا كان يقعد يكح طول الليل لغايه ما مات بالسل، ما كانش عايزنا ابقى زيه. يا ابن اللعيبه، عشان كده اشتغلت صبي كبابجي عشان تاكل كباب ببلاش. ايوه بس طول الليل برضه كنت بكح من الدخان والبرد. بس ايه اللي ابوك يا صبي يقعد مقفل كده طول النهار وماسك براد وكنكة؟ يا اخوانا محدش فيكم هيعمل السلطة ولا ايه؟ اني هنقوم واني هنقوم ونعملوها. انا عارفة انا اتولدت في اسكندرية، بس بحب العزبة دي قوي. حلوة. بتحبها؟ أنا عمري في حياتي ما حبيت واحدة زيها. أنت طيب وابن حلال يا صلاح، بس بس يا مرسي اوعى تجري ورا مرة، خليها هي اللي تجري وراك، فاهم؟ ما تعرفش احنا عملنا ايه؟
وكمان عشان صلاح ماشي وراها زي الحمار. فاهمة ولا مش فاهمة زي عوايدك؟ لا فاهمة قوي. بالعربي كأنك مش قادر تمشيها على هواك. بكام؟ ب300 جنيه ربع مائية برضو لا 500 جنيه اسمع يا صلاح، انتم ليه دايما فاكرين انكم تقدروا تعملوا كل حاجة بفلوسكم؟ انا مش ممكن اشتغل عندك حتى ولو بألف جنيه، لاني عايزة اخلص الماجستير واسافر واعمل الدكتوراه، مش مسألة فلوس، فاهمني؟ لا مش فاهم. ها انت ليه بتضحكي دلوقتي؟ ليه بتضحكي بقى؟ ها لانك احيانا بتبقى عامل زي الاطفال. دواخلي بيه الشحنة دي بقالها شهر على الرصيف. عارف بس السوق عطشان. ما يعطش يا موسي. انت ايه خايف يموت؟ ما تخافش، السوق ما بيموتش من العطش. ايوه بس اعرف ما خرجتش ليه؟ بعدين ورانا. بتسألني يا مرسي، الشحنة ما خرجتش لأن فواتيرها لسه ما جاتش. أحاسب الجمرك إزاي؟ الفواتير موجودة قبل ما توصل الشحنة. لا يا صلاح بيه، دي فواتيرنا إحنا، إنما أنا مستني فواتير تانية، وبعد كام يوم هتنزل أخبار إن أسعار الخشب غليت في السوق العالمي. هنتعامل بالأسعار اللي عليها، الربح بدل 20% هيبقى 70%. دي فايدة الشركة ان احنا ما نضربش بعض، والسوق يبقى بتاعنا نتحكم فيه زي ما احنا عاوزين. في دايما سؤال عايز اسأله لك، انت ايه اللي خلاك تغير لون العربية بتاعتي؟ ليه؟ وحش؟ بالعكس، ده اكتر لون انا بحبه. لأن أول مرة شفتك فيها كنت لابسة فستان اللون ده. يوم الحادثة؟ لا قبلها. أنت شفتني قبل يوم الحادثة؟ ليلتها شفتك مع واحدة صاحبتك خواجاية، كنتوا قاعدين في المطعم. من أول ما لمحتك ما قدرتش أشيل عينيا من عليكي. وبعدين؟ مشيت وراكي لغاية ما عرفت البيت. طب والحادثة؟ استنيتك لغاية لما خرجت من العربية وخبطتها. منى، أنا حبيتك من أول لحظة شفتك فيها. هدومي
هنزل على طول. أنا آسفة يا صلاح. في إيه يا منى؟ مش عارف إذا كنت تقدر تفهمني ولا لأ. أنا حاسة إننا لو ابتدينا علاقة لازم تكون علاقة عميقة. أنا معجبة بيك وأنت نفس الحكاية، لكن أنا ما أقدرش أبني أي علاقة دلوقتي. منى، أنا عايز أتجوزك. انت مش فاهمني، انا ما اقدرش اتجوز دلوقتي. ليه يا منى؟ لاني مسافره بعد شهرين. وما اقدرش ارتبط بيك دلوقتي. انا هروح ادرس وعايزه ابقى حره، مش عايزه اسبب لك اي مشاكل ولا اسبب لنفسي. مش عايزه اسافر وانا حزينه لاني سايبه حاجه مهمه او بقطع علاقه. مش عايزك تتالم لاني حسيبك. منى، اني غني، مليونير. فاهمه يعني ايه مليونير؟ يعني ممكن اعمل لك اي حاجه انت عايزاها. ارجوك يا صلاح، انا ما بحبش النغمه دي. انا ما يهمنيش انك غني، انت ما تقدرش تشتري كل حاجه بالفلوس. انا ما يهمنيش انك غني يا صلاح، انت فاهم؟ امال ايه اللي يهمك؟ ده انا بحبك. ده يهمني، بس انا عايزه اسافر اتعلم مش اتجوز، وهي دي المشكله. خلاص اسافر معاكي. صلاح، أنا عايزة أسافر حرة، أعيش زي أي طالبة، أتعلم وأسكن مع الطلبة، وطبعا مش ممكن أعمل أي حاجة من دي وأنت معايا. هتيجي تعمل إيه يا صلاح؟ حاول تفهم. وأنا أنا حبيتك قوي، وما حبيتش في الدنيا دي كلها حد زيك أبدا. أرجوك يا صلاح ما تزعلش مني.
انت حلم لازم يتحقق. اول حلم حلمته هناك ان انا ومرسي نبقى اغنية، وانت تاني حلم كنت بحلم بيكي هناك لغاية ما شفتك. هناك فين؟ في المكس عند الفنار. الفنار اللي كنا عنده؟ تعرفي انني شفتك هناك؟ امتى؟ من زمان، من زمان قوي، ومن يوميها وانا قاعد مستنيكي، مستني الفنار يبعتك ليا. انت اكيد مجنون. جايز. اسمع يا صلاح، انت لازم تعرف ان انا مش ممكن. انت اللي لازم تعرفي اني مش ممكن هسيبك بعد ما لقيتك، فاهمه؟ انت هتمشي ورايا وانا همشي وراكي، اذا سافرتي هسافر معاكي مش هسيبك. احنا لازم نسيب بعض، انا مسافره بعد شهرين، وارجوك ما تتصلش بيا تاني، انت فاهم؟ الو؟ ايوه يا دكتور، ممكن اكلم منى لو سمحت؟ يا صلاح بيه، منى مش موجوده، وقلت لسعادتك قبل كده مفيش داعي تتصل بيها تاني. حاولي تسمعيني، أرجوك. شوف الناس، ارجع شغلك، الناس بتضحك بره والدنيا مليانه بنات. الدنيا حلوه يا صلاح. يا ريت تتجوز وتخلف. انت ما تعرفش ايه معنى ان يبقى عندك عيال.
صباح الخير يا ابو صلاح. صباح الخير يا مرشد. من دلوقتي بتشرب يا صلاح؟ في شركة جديدة للاستيراد فيها هاني الخربطلي ونادر عبد الغني ورؤوف الشلقاني وصفي نازي الدواخلي. انت متأكد؟ بسيطة، نسأل الدواخلي. قلت لك كده بالظبط، بس معنى كده انك ممكن تجمد نشاط شركتنا في اي وقت لحساب الشركه الجديده. لا، معنى كده ان في ناس ثانيين لازم يدخلوا السوق وده حقهم. يدخلوا من غيرك؟ بالعكس، وجودي مهم عشان نسخ بيننا وبينهم. يعني احنا كمان ممكن نعمل شركه تانيه؟ لا طبعا يا صلاح بيه. يبقى حضرتك تخرج من الشركه الجديده، ارجوك يا دواخلي بيه. احنا لينا مصالح ويهمنا نحافظ عليها. مصالح؟ مصالحكم معايا انا مش من غيري. كنتوا بتكسبوا كام من غيري ودلوقتي بتكسبوا كام؟ مصالحكم معايا انا ومن غيري مفيش لكم اي مصالح، مفهوم؟ فكروا كويس، فكروا قبل ما تقولوا اي حاجه. اسف، احنا جات لنا اخباريه ان شحنه الخشب دي فيها مخدرات. وادي اذن النيابه. لو سمحت. اتفضل. بيه، المسؤولية الجنائية في الموضوع ده مش محددة، خصوصا بعد ما اثبتنا ان الشحنة موجودة على الرصيف من 3 ايام، واعتقد ان النيابة مش هتقدمها للمحكمة. دي البداية وباوسع طريقة، والله اعلم هيعمل ايه بعد كده. كده احنا مكونات سويتها بالمخدرات. امال منين يا ابو صلاح؟ دي كانت مرة يا مرشي. اهدى اهدى، لازم نتضرب واحنا ساكتين. لا يا مرشي، أنا مش مستعد أنضرب وأنا ساكت. هتعمل إيه يعني؟ زمان يا مرسي لما كان حد بيضربنا ما كناش بنقف وساكتين. فاكر؟
فاكر يا مرسي؟ بس دي مش خناقة يا أبو صلاح. على فكرة بكرة لازم تروح البنك تحول فلوسك لبره، وأنا بعد بكرة نازل مصر، لازم الأيام دي أكون هناك. صلاح خليك هادي وامسك أعصابك لغاية ما نشوف آخرتها إيه. وهتسافر مصر ليه؟ يمكن يرفعوا عني الحصانة. لو سكتنا له يا مرسي معناها ان احنا بنسلم نفسينا للموت. طب نعمل ايه؟ تعرف ايه معناه ده؟ انهم هيفرضوا علينا الحراسة، وساعتها هيسألوك عن مصادر اموالك، جبت الفلوس منين، دفعت كام للضرايب، هتقول ايه؟ طب والحل ايه؟ انا عندي بقى الفواتير الاصليه والفواتير اللي كان بيقدمها للحكومه وكشف بالرشاوي اللي كان بيدفعها، وعندي الميزانيات الحقيقيه للشركه والميزانيات اللي كانت بتتقدم للضرائب، ده غير المعلومات اللي عندنا عن الاراضي اللي استولى عليها والايتاوات اللي كان بياخدها والمسؤولين اللي كانوا بيساعدوه، وخصوصا اللي كانوا بيساعدوه. بس كل ده ما يحلش حاجه. هو اللي كان ماسك الاداره، وتهمتنا احنا مجرد التهرب من الضرايب بس. انت فاهم ايه معنى انك تقدم مستندات زي دي؟ بدل ما واحد بيحاربك هيبقوا 100، فاهم؟ وكمان بعد كده مش هنقدر نتفاهم معاه. نتفاهم معاه ايه؟ صلاح الوثائق دي مجرد وجودها خطر، ولو ظهرت نبقى بننتحر. تحب نحرقها؟ ايوه. سلام عليكم. راح فين؟ رايح في 60 ده. انا صلاح يا مرسي، الاوراق اللي قلت لك عليها انا هسلمها بكره للنيابه. صلاح ما تبقاش مجنون. انا حبيت اقول لك بس علشان تعمل حسابك. صلاح في ايه؟ صلاح اتجنن وهيودينا في داهيه. كانش حالتنا اللضة كنا مبسوطين، كان لو حد مسينا ما كناش نسكتونا، لو حد داسلنا على طرف كنا نضربوه، لو حد قال كلمة كنا ندغدغوه. دلوقتي الفلوس بقت زي الرز، بس بقينا جوجنا خايفين. الفلوس ما تخليناش خايفين يا مرسي. لا، الفلوس تخلينا نخاف يا صلاح ونتصرف بحساب، لاني بقى عندنا اللي نخاف عليه. من كام يوم الواد ابني نادى عليا قال لي تعالى يا بابا شايف الصاروخ اللي ماشي هناك ده؟ استغربت، عارف الكلمه دي منين؟ تقولش العيال بتعلموها مع اكل اللحمه، بيعرفوا ان ده صعلوك وده بيه، وما يعرفش ان ابوه كان صعلوك زمان. ده اللي نخاف عليه يا صلاح، اننا نرجع صعليك تاني. احنا لسه في البدايه، اللي بيحصل ده كله كلام فارغ، يعني ازمه وهتعدي وهنطلع منها اقوى. عارف بعد 10 سنين، بعد 20 سنه، ولادنا هيبقوا وزراء وحكام. بص لقدام، ما تبصش تحت رجليك. احنا عملنا الفلوس لاننا ما كناش خايفين. عارف
عارف لو كنا اياميها خايفين ما كناش عملنا اي حاجه. الفلوس لو هتخلينا نسوان يبقى طز فيها. انا ما نقدرش نبقى مره. الفلوس ما تعملش كل حاجه. ما تقدرش تخلي واحده تحبك علشان الفلوس، بس على الاقل تخلينا رجال. يا صلاح خليك عاقل وانسى بنت الكلب دي. اوعى اوعى انك تمسها حتى بينك وبين نفسك. تدور على صلاح، بس خلي بالك هو شارب شويه وتعبان. دوروا عليه في كل الحتت اللي بيروحها، في كل بارات البلد. لو لقيتوه اتصل بيا في البيت، بس ما حدش يكلمه. اهدى يا مرسي، ما تخافش على صلاح. انت غبيه. انا مش خايف عليه، انا خايف منه. فاهمه؟ كان نفسي أسألك سؤال. كم مرة خنتني؟ كم ست عرفتهم عليا؟ كتير. من زمان بطلت أعد. كنت فاكرني مش عارفة؟ كل مرة كنت بعرف، ولما تسيب واحدة وتعرف واحدة تانية برضه كنت بعرف. محدش قال لي. ما سألتش نفسك ولا مرة إذا كنت أنا عارفة ولا لأ، ولو كنت عارفة إيه اللي كان مسكتني، لأني متأكدة إنك كنت هترجع لي. لو كنت تعبانة كنت هترجع تتمسح فيا. لو كان بالك مشغول كنت هتشتكي لي، ما كنتش هتشتكي لحد تاني. برضه في الآخر كنت هترجع لي مرسي ونادي العربيات، هرجع لصفية بنت سيد بتاع الشاي. لو كنت عايز تريح راسك ما كنتش هتلاقي أحن من صدري. صلاح زيي يا مرسي، لو انت جعت هيقسم لقمته معاك. احسن لك ترجع للفقر تاني ولا تخسرش صلاح. فاهم؟ فاهم؟ انا خارج ادور عليه، لو لقوه يعرف هو فين لحد ما ارجع. Thank you.
يلا نروح. لا طب هات الشنطه دي. ابعد عني، خليك عارف. ابعد عني، خوفك وجنبك هم اللي خلونا كده. لو ما كناش خدعنا لهم من الاول ما كانش كل ده حصل. لا بيتهيألك. صلاح هتقتلني يا مرسي؟ انت جبان؟ شتيمة مرسي. Come on, son.